السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم قناة أحمد الداودي. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بالاشتراك ليصل لك كل خبر جديد ومميز. التعليم تقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الأهلية بنسبة 100% وزيادة عدد مقاعد المنحة المجانية. التعليم تقرر تمديد مدة التسجيل والمباشرة للطلبة المقبولين في الجامعات. التعليم العالي تعلن عن تمديد التقديم على الكليات الأهلية. وزارة التعليم العالي تعلن عن تمديد التقديم على الكليات الأهلية، حيث أعلنت دائرة التعليم الأهلي في الوزارة استمرار التقديم والمصادقات للمتقدمين على الكليات الأهلية اليوم الأربعاء وكذلك غدا الخميس، وعلى الطلبة الأعزاء متابعة البوابة الإلكترونية لمعرفة موعد فتح بوابات التسجيل أو أي موعد جديد للتمديد، وذلك من أجل ملء المقاعد الشاغرة في الكليات الأهلية وحسب قرار التوسعة للمقاعد الأخيرة، يعني هناك احتمالية أنه يمددوا بعد أكثر من يومين. التعليم تقرر تمديد مدة التسجيل والمباشرة للطلبة المقبولين في الجامعات. قررت وزارة التعليم العالي تمديد فترة السقف الزمني للتسجيل والمباشرة للطلبة المقبولين من الدور الأول والثاني والثالث في الجامعات والمعاهد الحكومية، حيث أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت تمديد السقف الزمني للتسجيل والمباشرة للطلبة المقبولين من الدور الأول والثاني والثالث والاعتراضات لكافة القنوات للسنة الدراسية 2019-2020 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 5/12/2019. التعليم تقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الأهلية بنسبة 100% وزيادة مقاعد المنحة المجانية. قررت وزارة التعليم العالي زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الأهلية كافة وبنسبة 100%. جاء ذلك خلال ترأس وزير التعليم العالي الدكتور قصي لسهيل اجتماعا لمجلس التعليم الأهلي ومضاعفة أعداد الطلبة المقبولين ضمن قناة المنحة المجانية لاستيعاب عدد إضافي من الطلبة المتقدمين المشمولين بقنوات ذوي الشهداء والأيتام والدخل المحدود ومنتسبي الحشد الشعبي، على أن يتم استثناء الطلبة المقبولين ضمن قنوات القبول المركزي والموازي والأهلي، فضلا عن مراعاة الطلبة بموضوع تخفيض أجور الدراسة وفق أقساط تتناسب مع حالات الطلبة. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات دعما للقناة للاستمرار والتواصل معكم لكل عاجل وجديد. تحياتي لكم أحمد الداودي، شكرا لكم وإلى اللقاء.